نجم النادي الأهلي الكبير ومدرب منتخب مصر السابق وصديقنا العزيز الخبير المحترم والرجل الخلوق عمنا الجميل الكابتن حمادة صدقي ورؤية في هذه المباراة. كابتن حمادة السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عبد الناصر؟ الحمد لله على ربنا ما يحرمني منك ومن سؤالك يا كابتن. كنت بتكلم مع الكابتن حمادة وكلانا يعني كان لديه إحساس إن الأهلي في أسوأ حالاته ممكن ما يخسرش، ما كملناش الكلام وياسر إبراهيم جاب التعادل وإحنا والله يعني يقول يعني طبعا الأهلي مبروك للتأهل للدور بعد كده، ولكن هي تحليل المباراة يمكن زي ما كنت بتكلم معاك، الأهلي يمكن أسوأ مباراة أو أسوأ شوط الشوط الأولاني بالنسبة للنادي الأهلي في كل حاجة، في التمركزات بالذات خط الدفاع في تمركزه، أخطاء فردية. يعني أنا بحب طبعا بدر بنون من اللعيبة وإضافة كبيرة للنادي الأهلي تمام، لكن النهاردة كان بعيد عن مستواه بشكل كبير جدا. يعني أو الأربعة اللي ورا يمكن أخطائهم بدر كانت أخطاء فردية كتيرة جدا عنده، أثر بشكل كبير وعدم يعني الفرقة كلها ما كان مش يعني مش لاقي حد تقول عليه كان كويس النهاردة. اللعيبة يمكن يمكن أي هزيمة وهزيمة بيسلوبر الأهلي يوصل الأهلي بالمواجهات المباشرة لو حد وصل معاه سبعة من الفرقتين المريخ أو الأهلي وصل النهاردة. المريخ مضيع فوز تاريخي صح في الشوط الأول، في الشوط الأول والشوط الثاني. يعني الشوط الأول يمكن انفراد وضرب جزاء طاعه، والشوط الثاني انفراد ضايع وكور سهلة بالنسبة له. عدم جاهزية يعني مش جاهزية الأخطاء الدفاعية الموجودة في النادي الأهلي النهاردة، حتى لعيب بعيد عن مستواه بشكل كبير. يمكن الأهلي حاسس إن هو كده كده واصل فما كانش مدي الماتش يمكن الاهتمام. طب كابتن كابتن حمادة عايز أسألك سؤال فني، هل الفرق الكبيرة مثل النادي الأهلي أصبحت لا تجيد اللعب في توقيت الثالثة أصلا؟ يعني دايما ما بنشوفش الأهلي بهذا السوء إلا في درجات الحرارة العالية وهذا التوقيت من المباريات، باستثناء مباراة فيدا كلوب اللي القدر خدم الأهلي في درجة الحرارة. لا يا بص يا عبد الناصر، لا انا مش معاك الكلمه دي خالص. انا بقول الانديه الكبيره النادي الاهلي والزمالك منتخب مصر انت بتختار كواليتي اللعيبه حاجه عاليه جدا. اللي هو ايه اللي هو يلعب في اي ظروف، يعني ما يبقاش فيه حجه الجو والارض لا انا جايب لعيب سعره غالي جدا عشان بيلعب في ظروف اي ظروف يلعب فيها. دي الخبرات اللي بيكتسبها من يعني كان مدرب موجود، لعيبه موجوده، تبقى احسن حاجه موجوده في افريقيا النادي الاهلي صح. فلازم اللعيبه تبقى بتلعب كل الاجواء، ما اقدرش اقول ايه الاهلي عشان الاجواء الساعه 3 الاهلي ما يلعبش مصر الساعه 3، لا يعني انا بمرن اللعيبه في كل الاجواء وببقى جاهز لكل المتغيرات ممكن تحصل لي هناك. الحكم النهارده كويس مش وحش طبعا طبعا هايل، ولكن لما بيصفح حكم يمكن ده كان زمان شويه مش موجود دلوقتي كان بيأثر بشكل كبير جدا على النتيجه، لكن النادي الاهلي النهارده مش مهيئ، اللعيبه نفسها مش مهيئه للمباراه خالص. موسيماني كمان كان سيء جدا وبيبان على وشه دلوقتي، حتى جمهور الاهلي بيعرف من اول المباراه موسيماني الان خايف. من تصريحاته في المؤتمر الصحفي كان واضح انه خايف زياده عن اللزوم من المباراه. ممكن خوف الزياده دوت بيجي بشكل عكسي عليه وعلى اللعيبه صح. الاهلي يمكن قال لك انا عندي مباراه اخيره في ملعبي اخد نقطه فقط. الحاجات حسابات كتير ودي غلط، الحسابات كلها يعني انا مش مقتنع بيها. انا لازم اهيئ اللعيبه، يعني اللعيبه عارفه في النتائج دي احنا وصلنا فين من المباراه. اهم حاجه ما اخسرش، دي كانت لازم نبدي العنوان الرئيسي في المباراه. وده روح اعتقد يا كابتن، وانت راجل اتربيت في النادي الاهلي وجيت من المنيا مبكرا على الاهلي، النهارده ده في بعض الاوقات انتوا كنتوا دايما كخبراء ومدربين كبار بتقولوا لنا ايه، ساعات الفالنه هي اللي بتحركك، يعني الانتماء. لا يعني فريق كبير في افريقيا ومصر زي الاهلي زي المنتخب، يعني في فريق قوي ليه دور، الفرقه كلها بتعمل له الف حساب. يعني اي فريق يعني النهارده المريخ لو كان كسب النادي الاهلي
كانت في التاريخ عنده يمكن احسن ما يكسب كاس مثلا ان هو كسب النادي الاهلي بطل افريقيا. صح. ده بالنسبه له بيديله ثقه، بيديله يعني حتى التحليل في بعض الاستوديوهات او الاستوديو بتاع التحليلي بيقول لك المباراه ديت النتيجه الماتش دوت الاداء الجميل اللي حققه ان المريخ كان بعيد قوي، يمكن الكره السودانيه بقى لها فتره بعيد، لا السنه دي بتشوف ان المنتخب بيوصل لكاس الامم عندهم اداء المريخ النهارده ضد الاهلي طبعا لو كان كسب كانت حاجه تاريخيه طبعا قويه طبعا. ريال مثلا عنده امل يوصل لدور بعد كده من لعيبه كويسه، ففي في انتعاش النهارده في الكره في السودان. المريخ النهارده شفنا كان قدم مباراه يمكن لو الامور ماشيه طبيعيه كان سهل كان يكسب اربعه النهارده. انا بتفق معاك بتفق معاك. الاهلي كان بأسوأ حالاته بالذات الشوط الاولاني وبعض فترات في الشوط الثاني، يمكن اللي نفع النادي الاهلي النهارده في الاخر الجزء البدني يمكن عند المريخ يمكن وقع بشكل كبير، والاهلي طبعا عنده قوه بدنيه قدر يمكن يقف لاخر وقت برغم سوء الاداء لكن عارف يتعادل وعارف يرجع المباراه بشكل كويس جدا وقدر يسيطر على فترات. اتمنى كده رجعنا يا جماعه، في مشكله في البث او حاجه طمنونا بس قولوا لنا تمام البث مفيش مشكله تمام الحمد لله. بعيدا عن الفنيات النهارده الدرس المستفاد الدقيقه 93 وروح الفلنه الحمراء.